FM. الكلمة ليك. راديو كات FM. كافي سبور. موعد نزار ليلة في الشامبيونز ليغ، وصلنا للدور نجم نقول قبل النهائي، الدور نصف النهائي من المسابقة. المسابقة شفنا فيها برشا السنة، برشا مفاجآت أهم وإلى آخرها انسحاب برسا. اليوم مانشستر سيتي باش يكون في مواجهة ريال مدريد، مواجهة قوية، مواجهة كبيرة أكيد بين زوز فريقين. باش نرجعوا لزوز فرق والبالماريس نتاعهم في المسابقة. نبداو بريال مدريد، الرقم قياسي في التتويجات، بطل 10 مرات هز الشامبيونز ليغ، اخر 2014 مع كارلو انشيلوتي، وقتها المدرب الحالي المدرب زيدان زين الدين زيدان كان لجوان هو متاع كارلو انشيلوتي. من وقتها ريال ما بيع ما هزش الفينال، وصعيب باش تهز فينال مرتين على بعضهم في النسخه الجديده نحكيو اللي ما صارت مع حتى فريق. بالماريس كبيره. في المقابل مانشستر سيتي، هذا الوصول من الدور، هذا الدور نصف النهائي هو اللي هو نجم نقولوا احسن نتيجه في تاريخه، معناتها نتيجه تاريخيه للفريق الثاني للمدينه مانشستر. سيتي اول مره في النصف النهائي في تاريخه، ما عندوش برشا مشاركات اوروبيه، اهم ولا نجم نقول اكبر اكسبلوا اوروبي، حصوله على كأس أوروبا الأندية الفائزة بالكأس، كان ذكر تسمية هذه نيزا، عام 1970. من وقتها مانشستر سيتي ما عنده حتى تتويج أوروبي بخلاف التتويج هذيك، ما أنت النجم يقوله فما بالنسبة للتاريخ والبالماريس الميزان النجم يقوله مش متكافئ، لكن السيتي أكيد بش يكبش بلغتنا نزار، بش يكبش لأنه مش كل يوم يوصل دمي فينال شامبيونز ليج الأوروبية. نذكره البي اس جي وقديش صرفت بش حبت توصل للدور كما هذا، لكن ما وصلش وانسحبت قدام المانشستر سيتي. الريال النجم يقوله قرعة سنين عاونتها برشا، مش شوية كان جابت فولسبورغ، لكن فولسبورغ ورا كان ذكر ربح 2 بلاش في الالي، لكن تعديت الريال أكيد بالخبرة وبكريستيانو رونالدو خاصة خليها تتعدى للدور نصف النهائي. بالنسبة للمواعيد الأدوار نصف النهائي، مباراة برك اليوم وغدوة النصف النهائي الثاني، والجمعة جاية الرتور ومن غدوة كما نقولوا المقابلة الثانية في الدور النصف النهائي. باش نرجعوا تاريخ المواجهات بين زوز فرق نزار، فماش في الحقيقة برشا مواجهات بين زوز فرق، خاصة في رابطة الأبطال الأوروبية، آخرها كانت عام 2012 وقتها اللي كان 1-1، هذا الروتور 1-1 للي كان 3-2 ريال مدريد، والروتور كما قلت 1-1. اكيد مانويل بيليغريني المدرب الشيلي للمانشستر سيتي باش يكونوا اخر مباراه ليه، الاسبقيه لكل الريال تاريخيه، ثلاثه مواجهات التاريخيه النجم نقول الكرويه كل شيء، حتى على مستوى الاداره الفنيه نعرفوا اللي غوارديولا جاي لتدريب الفريق باش يأثر اليوم ولا لا، خاصة انه نجم نقولوا احدث وقت تم الاعلان رسميا على التعاقد مع غوارديولا، فما شوية مشاكل في الفريق خاصة يا توريو، نعرفوا العلاقة المشنجة بينه وبين غوارديولا. زيدان كل مرة ديما يحكيوا على اختبار لزيدان، كل مقابلة هي اختبار لزيدان واختبار للمدرب الجديد، نجم نقولوا زيدان كان نجم عالمي في كرة القدم، وهنا في التدريب مش كيف كيف، الناس كل كانت تحب زيدان الكوارجي، لكن زيدان المدرب أكيد الناس كل مباراة تطلب منه باش يثبت روحه ولا يظهر روحه اللي هو مدرب كبير. أكيد اليوم 8 غير 4 مانشستر سيتي ريال مدريد، أكيد نتفرجوا برشا كورة وإن شاء الله نتفرجوا في برشا أهداف. الكلمة ليك.